النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه ربه، ودافعت عنه سنته، ودافع عنه العقلاء والشرفاء والصادقون في كل عصر. يكفيك أن الرجل الذي ألف كتابا وهو كافر فيه 100 عبقري جعل رقم 1 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رقم 1 وهو كافر. ولا يوجد إنسان عمل دولة تقوم على الدين والدنيا في هذه المدة الوجيزة غير محمد صلى الله عليه وسلم. فدينه يأمر بالعمل ويأمر بالتغاضي ويأمر بالإيثار ويأمر بعبادة الله وينهى عن الظلم وينهى عن التجاوز ويأمر بالتواضع والصبر، فهو جمع كل الفضائل. ولذلك أكبر طريقة يرد بها المسلم عن نبيه أن يفهم سيرته ويعلمها ويوضح أن ما يقوله كذب محض. الرجل الهولندي الذي عمل فيلما مسيئا للنبي صلى الله عليه وسلم زارني في البيت بعد أن أسلم، وقلت له ما سبب إسلامك؟ قال أردت أن نفعل أن نعمل فيلما أكثر إساءة من الفيلم الأول، ودرست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما رأيته يفعله أو يقوله وجدته موافقا للفطرة. قلت له ما الذي تهتم به الآن؟ قال أهتم بأمرين. الأمر الأول أن نجعل والدي مسلمين، والأمر الثاني أن نقلب أوروبا إلى بلاد مسلمة. نعم، فديننا لا يقاوم، وكل ما أراد أن يطعن في الإسلام فهو إما مكابر أو جاهل، إما مكابر أو جاهل لا يفهم. ولذلك كل الذين يطعنون في الإسلام إذا عرض الإسلام أدلته أو حججه ليس أمامهم إلا أحد أمرين، إما أن يعلنوا إسلامهم كما فعلت سحرة فرعون لما ألقى موسى عصاه ورأوها تلتهم الحبال والعصية وتبتلعها، أيقنوا أن هذا ليس من السحر، فقال ربنا عنهم فألقي السحرة الساجدين، ما قال فسجد السحرة، الإيمان أرغمهم على السجود. أو الثاني المكابرة كما فعل قوم إبراهيم مع إبراهيم لما قال لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. هذا ما هو جواب. لما قال اسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أيوة، أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إذن إما المكابرة وإما التسليم. إذا عرض الإسلام والدين حججه ما أمام الكافر إلا المكابرة أو التسليم. نعم.